زياش يعود لتدريب تشيلسي والنادي يستقبل بعبارة بطريقة رائعة. صحيفة لغز: مستوى أمين حارث يحتاج لحل مجددا. موهبة مغربية قادمة من باريس يتألق مع الفتيان. أبو خلال: لقد تلقيت بعض التهديدات بسبب اختياري للمغرب. أخيرا ظهور أول وشيك لأسامة الإدريسي بقميص إشبيليا. حسين خرج غاضب جدا على نجم المنتخب المغربي. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. حسب موقع فوتبول رانكينغ العالمية، فإن الفريق الوطني سيقفز في الترتيب العالمي، سيصبح في المركز 36 عالميا بعد أن كان في المركز 39. وقال الموقع بأن أسود الأطلس سيقفزون في الترتيب العالمي الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم قريبا، الخاص بالتصنيف الشهري. وكان الفريق الوطني قد حقق نتائج جيدة في المباراتين الأخيرتين ضد إفريقيا الوسطى، حيث حقق الفوز في مباراتين معا. أكد حسين خرجة أنه غاضب جدا من أشرف لزعر الذي لم يبذل أي مجهود إضافي لاستعادة توهجه. وقال في تصريحات لموقع توتو ميركاتو الإيطالي إنه تفاجأ لكون لزعر لم يعد لإيطاليا ولم يستغل قدراته ومواهبه ليلعب لفريق كبير، مع العلم أن خرجة يعرف البطولة الإيطالية كثيرا حيث لعب لعدة أندية هناك، منها روما وجنوا وسينيا فيرونتينا إنتر ميلان وغيرها. وقال خرجة في تصريحاته: من الجانب الشخصي أقدر لزعر كثيرا بأنه بمثابة أخ بالنسبة لي، لكنني غاضب عليه. لديه ميزات وإمكانيات كبيرة كلاعب، ويمكن أن يلعب لفريق إيطالي كبير، لكنه لم يجتهد ولم يهتم بما يملك من إمكانيات، وهذا يغضبني كثيرا. سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على ظهور الأول الوشيك لأسامة الإدريسي رفقة فريقه إشبيليا هذا الموسم. وأكدت صحيفة استاديوم ديبورتيفو الإسبانية عبر موقعها الرسمي أن اللاعب أضحى جاهزا لتعزيز كتيبة لوبتيغي، والبداية المحتملة هي مواجهة سيلتا فيغو القادمة. ويصطدم الفريق الأندلسي بضيفه سيلتا يوم السبت القادم. ولم يشارك الإدريسي في أي مباراة لحدود اللحظة بقميص الأندلسية بسبب الإصابة، إذ يعود آخر ظهور له في الملاعب بقميص ألكمار الهولندي في منتصف شتنبر الماضي. عاد أشرف حكيمي إلى مدينة ميلانو بعد أن كان رفقة المنتخب وخاد معه الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات. وحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن حكيمي ولد وصوله إلى ميلانو خضع لفحص كورونا من قبل نادي انترناسيونالي هو وزميله الكرواتي إيفان، وينتظران نتائج التحليلية الانتظار في تدريبات النيرازوري. وأضافت الصحيفة أن المدرب أنطونيو كونتي ينتظر عودة حكيمي لتوهج بعد تراجع مستواه في آخر مباراة خاضها الفريق، ويأمل في أن يستفيد من تألق رفقة المنتخب حيث سجل هدفا في شباك إفريقيا الوسطى. وأشار توتو سبورت إلى أن كونتي غير متأكد 100% من إمكانية الدفع بحكيمي كأساسية في المباراة القادمة. قال زكريا أبو خلال أنه تلقى العديد من التهديدات بعد قراره الأخير القاضي بتمثيل المنتخب المغربي بدلا من نظيره الليبي. ويملك أبو خلال 3 جنسيات مختلفة، المغربية والليبية والهولندية، وكان قد رفض اللاعب للمنتخب ليبيا والده الليبي فضلا عن حمل قميص الأسود. وأوضح البالغ 20 عاما في مقابلة مع فوكس بورت أنه تلقى تهديدات عبر الانستغرام بعد قراره القاضي باللاعب للمغرب: إنهم مجنونون بكرة القدم في ليبيا، قراري شكل ضربة قوية هناك، لا يمكنكم أن تتخيلوا لأي درجة الأمر وصل إلى التهديد. وأضاف: لقد قررت في لحظة من اللحظات إغلاق حسابي على الانستغرام، ليس خوفا، لكن في مرحلة ما أصبح الأمر سلبيا للغاية.
قاد المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة معسكرا تدريبيا ناجحا بمركز محمد السادس في إطار استعداده لخوض نهائية كأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في مارس من سنة 2021. ورغم انهزام المنتخب في المباراة الودية التي أجراها أمام منافسه التنزاني بهدف مقابل لا شيء في معسكره التحضيري، إلا أن مدرب المنتخب الإسباني سيرجيو بيرناريس خرج بعدة خلاصات بخصوص اللاعبين الذين اعتمد عليهم. وعلمت بأن موهبة باريس سان جيرمان إلياس الحسني يعتبر من أبرز اللاعبين الذين نالوا ثقة الطاقم التقني للمنتخب بعدما لافت الأنظار في مباراة الأخيرة التي أجراها مع أشبال الأطلس، واستطاع إبراز مؤهلاته في تدريب المنتخب ما يجعله مرشحا للاستمرار مع اللاعبين الذين انضموا من مختلف البطولات الأوروبية لحمل قميص منتخب بلده الأصلي. أعلن نادي ستاندارد ليج البلجيكي إصابة لاعبه المغربي مهدي كارسيلا بفيروس كورونا، وكتب صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري البلجيكي عبر موقعه الرسمي تشير نتائج اختبارات كوفيد-19 إلا أن مهدي كارسيلا إيجابي، وسيغيب البالغ 31 عاما عن المباراة القادمة لفريقه عندما يستقبل ضيفه أوبين برسم الجولة 13 من الدوري البلجيكي. رحب تشيلسي الإنجليزي بحكيم زياش لتدريبات الفريق استعدادا للمباراة نيوكاسل يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأثنت زياش بمركز تدريب كوبهام بعد مباراتين خاضهما رفقة المنتخب المغربي أمام إفريقيا الوسطى. وعزف الأسد المغربي على وتر النجاح خلال المباراتين المذكورتين، حين تطرق باب الشباك خلال 3 مناسبات مع تقديمه لتمريرتين حاسمتين لأشرف حكيمي ويوسف النصيري. تحدثت جريدة بيلد الألمانية في مقال لها عن البداية السيئة لأمين حارث، حيث تطرق الكاتبان جوس لعدة نقاط من البداية اللعب إلى فترة الحالية، حيث تم التأكيد على أن المستوى أمين حارث في بداية الموسم ترك علامة استفهام كثيرة، وأن تراجع مستوى ليس بالأمر الجديد، فقد عاد مقال بيلد لصيف 2018 الذي تورط فيه اللاعب في حادثة سير مميتة بمدينة مراكش، مؤكدة أن هذه كانت بداية الانهيار الأولى. وقد تطرق المقال لعودة اللاعب المميز في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب فانغر الذي وثق باللاعب وجعل إدارة الفريق الأزرق تجدد عقده حتى 2024، لكن سرعان ما تراجع مستواه وبدأ فصل جديد من الانهيار. وقد تم وصف أمين باللغز الذي يجب على المدرب مانويل باوم حله، فالفريق الألماني يعاني بشكل كبير حيث لم يفوز في بونسليغا بعد 23 مباراة. وعودة قوية لحارثة قد تساعد الفريق في الاستعادة نغمة الفوز.